سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. نلتقيكم اليوم من المنصة الإعلامية للمركز الإعلامي الموحد إدارة الأطباء لوزارة الصحة الاتحادية، وسعيدين أن نلقي واحدة من التجارب اللي يقوم بها الشعب السوداني في الاصطفاف لمكافحة وباء كورونا. يسرنا أن نلتقي في واحدة من مظاهر هذا الاصطفاف مع تجمع استشاري وأخصائي طب الأسنان السودانيين. سعيدين أن يكون معنا عبر البث المشترك في قناة الشروق أن يكون معنا الدكتور الاستشاري الدكتور منتصر عبد الرحمن أحمد. مرحب بك أستاذ دكتور منتصر عبد الرحمن. أيضا يكون معنا أخصائي طب الأسنان الدكتور خالد حمد خالد. مرحب بك في الاستديو ومرحب بك في إلقاء الضوء على واحدة من المبادرات اللي تقوم بها تجمع استشاري طب الأسنان في السودان. مرحب بكم. مرحب بك. طيب سعيدين في هذه العجالة أن نلتقي مع تجمع استشاري طب الأسنان في السودان، وهو أحد من الاصطفافات التي ذكرناها للشعب السوداني لكل مكونات المجتمع السوداني لمكافحة جائحة كورونا من أجل سودان خالي من الكورونا. سعيدين أن نلقي الضوء ابتداء على هذا الاصطفاف اللي بيقوم به أخصائي واستشاري طب الأسنان في السودان. مرحب بك الدكتور منتصر. ودايرين نسمع منك إضاءة سريعة عن هذا التجمع اللي قام به استشاري طب الأسنان في السودان. مرحبا بك أستاذ خالد، ونشكر تلفزيون السودان وتلفزيون الشروق على هذه الاستضافة لإلغاء الضوء عن تجربة تجمع اختصاصي واستشاري طب الأسنان. وحقيقة تجمع استشاري واختصاصي طب الأسنان هو تجمع مهني نشأ إبان ثورة ديسمبر المجيدة في نهايات العام 2018 ليكون ضمن الأجسام التي غادت حراك لنعبر إلى جو الحرية والسلام والعدالة. نشأ هذا الجسم كما ذكرت في ديسمبر 18 واستمر وله جهود عدة مقدرة في جهود مهنية. أما في جائحة الكورونا فقد كان بداية أعمالنا في جائحة الكورونا عبارة عن مبادرات. ابتدأنا بمبادرة مجتمعية لننزل إلى المجتمع، هي كانت مبادرة تثقيفية ومبادرة تعريفية للمواطنين بمرض الكورونا وخطورة هذا المرض. وقمنا بتوزيع مجموعة معقمات وقمنا بإلقاء مجموعة من المحاضرات في الأسواق خاصة المناطق الطرفية وفي الأسواق سوق ستة والشنقيطي ومجموعة من المحاضرات أقيمت بغرض تثقيف المواطن وإلقاء الضوء على مرض الكورونا. وكان هذا في مارس المنصرم مع بدايات دخول هذا المرض اللعين إلى السودان. هذه المبادرة قمنا فيها بتوزيع ما يربو عن 4200 معقم يدين، وبالإضافة إلى مجموعة من المعقمات والمطهرات وصابون الديتول والفنيك وغيرها من المطهرات. وهي تمت تغطية تكلفتها من تبرعات استشارية واختصاصية طب الأسنان بالسودان وبالمملكة العربية السعودية. وهنا لا يفوتني أن أشكر هؤلاء الإخوة الزملاء في المملكة العربية السعودية لقيامهم بهذه المبادرة أو لدفعهم بهذه المبادرة. أيضا من ضمن المبادرات التي غطاها هذا التبرع السخي من استشاري واختصاصي طب الأسنان كانت تجهيزهم للألبسة الواقية وفي لتغطية حوجة مستشفيات الأسنان بالعاصمة القومية. يمكن قمنا بشراء أكثر من 730 لبسة واقية وأكثر من 3000 كمامة وأكثر من 400 قطاع رأس وقطاع للأحذية. كل هذا قام به تجمع من حرمة استشاري واختصاصي طب الأسنان. أيضا من المبادرات المهنية التي قام بها تجمع استشاري واختصاصي طب الأسنان هي مبادرة عشانك. وعشانك نحن محتاجين أن نلقي الضوء على هذه المبادرة، لأنه أفتكر أنه واحدة من المصفوفات اللي عقدها المجتمع وقادتها وزارة الصحة الاتحادية
انه تمت اجراءات عندها علاقه بالحظر الشامل ووضع الحظر الشامل في المجتمع. هناك تساؤلات عند المواطنين تتبادر الى الاذهان مباشره بعد هذه الظروف الاستثنائيه اللي نزل الله سبحانه وتعالى ان الشعب السوداني كله بتكاتف مكوناته المجتمعيه انه هو يعبر هذه المحنه. لكن افتكر انه كانت في ترتيبات وبروتوكولات عندها علاقه بانه تجيب على تساؤلات المواطنين في الظروف الاستثنائيه، كيف يتم تجاوز هذه الظروف الاستثنائيه من خلال المبادرات اللي بيطرحها تجمع استشاري واختصاصي طب الاسنان. يمكن ما فرض مثل هذه المبادره هو حوجة المواطن. يعني احنا من نهاية ديسمبر تم امر من وزارة الصحة إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بإغلاق جميع العيادات طب الأسنان الخاصة ومراكز طب الأسنان ايضا. فكان لابد انه يكون في بديل. يعني احنا نعم في الكورونا كجائحة هي لها الأولوية، ولكن هنالك مرضى ايضا في غير بغير الكورونا، يعني في مرضى اسنان، مرضى قلب، مرضى فكان لابد لكل تخصص انه هو يوجد لمرضاه خدمات بديله على التي توقفت بسبب هذه يلغي بسعر في المبادره. يعني أيوه. فالمبادره تمت بواسطه استشاري وطب الاسنان استشاري واختصاصي طب الاسنان للقيام بتغطية المستشفيات العاملة في ولاية الخرطوم. أغلب المستشفيات الآن العاملة هي مستشفى الأسنان الخرطوم ومستشفى حاج الصافي في بحري ومستشفى الأسنان أم درمان ومستشفى الأكاديمي بالصحافة. هذه المستشفيات عدا مستشفى الأسنان الخرطوم أغلب الإستاف الشغال الآن هو إستاف متبرع أو متطوع من استشارية اختصاصية طب الأسنان. يعني نقدر دكتور منتصر نبشر المواطنين بأنه كل عضوية منسوبية تجمع استشارية طب الأسنان الآن هم موجودين وتوفرين في المراكز والمستشفيات اللي أشرت لها دي، ومتاحين للتعاون والتعاطي مع كل الحالات الواردة للمراكز دي. نعم بالضبط كذا. فإحنا كاستشارية واختصاصية طب الأسنان موجودين لخدمة المواطن في هذه المستشفيات، وعشان كذا سميناها مبادرة عشانك. وأغلبهم هم ليس لهم علاقة بوزارة الصحة، ولكن هم أساتذة الجامعات، هم اختصاصيين، في منهم الشغال في عيادته الخاصة، وفي منهم لكن كلهم تحولوا إلى شنو الدفع بهذه المبادرة إلى الأمام لأجل هذا المواطن الكريم. طيب يعني نقدر نقول إنه يعني منسوبي تجمع استشارية طب الأسنان وأخصائي طب الأسنان انضموا لجيشنا الأبيض للاستفاف لعبور الشعب السوداني وعبور كل الحالات لبر الأمان إن شاء الله في هذه الظروف الاستثنائية. نحن نفتكر إنه مبادرة عشانك هي واحدة من المظاهر اللي قام بها التجمع لأنه يضيف فصيل إضافي لجيشنا الأبيض في المراكز والمستشفيات الطبية. نحن أيضا يعني سعيدين نستمر في هذه العجالة بأن احنا نلتقي بالدكتور الأخصائي طب الأسنان العدلي الدكتور خالد محمد خالد. مرحب بك في الإضافة دي للتحديث والمواصلة أيضا في إلقاء الضوء على مجهودات تجمع استشاري طب واخصائي طب الاسنان في السودان، ونلقي الدور على المزيد من المبادرات الجامعية للتجمع. وانا افتكر انه المقدمه اللي قدمها لنا الدكتور منتصر هي مدخل لالغاء الضوء على كيف ساهم هذا التجمع في انه يكون جزء من الفصيل اللي بيواجه هذه الظروف الاستثنائيه في السودان. مرحبا بك دكتور خالد. شكرا جزيلا لك دكتور خالد، وشكرا للساده المشاهدين. مواصله لكلام دكتور منتصر، تجمع استشاري واختصاصي طب الاسنان السودانيين هو جزء من المنظومه الطبيه السودانيه، جزء من الجيش الابيض، وفي هذه الاوقات اوقات الجوائح كجائحه الكورونا الوحيدين اللي بيكون لازم يكون على الخط الاول وعاملين هم الاطباء. نحن نلتزم بالقسم الطبي الذي التزمناه، وخدمه المواطن الطبيه هي الغرض الاول، ولهذا معظم المتطوعين الجو الشوكه بتاعتنا من الاستشاريين والاختصاصيين ما كان عندهم مشكله انهم يكونوا شغالين في وزاره الصحه ولا لا، سواء كان في مؤسسات الجامعات او اطباء عاملين في عيادات خاصه، كلهم كان عندهم هدف واحد بس خدمه هذا الشعب السوداني. ولما انطلقنا بمبادره عشانك زي ما قال دكتور منتصر بدا التوزيع في الاربع مراكز الموجوده في ولايه الخرطوم عشان تستمر خدمات طب الاسنان مستمره، ونحن نعلم انه واحد من
أعظم الآمام اللي ممكن يجيها الإنسان هو آمام الأسنان. يا ريت يا دكتور خالد لو عدنا تاني التنبيه للمواطنين المراكز العاملة فيه. المراكز العاملة الآن في الخرطوم هي 4 مراكز أساسية، 3 منها اللي هم في أمدرمان، مستشفى الأسنان أمدرمان بتعمل في رمضان ده من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 3 ظهرا، وبتعمل مرة أخرى من الساعة 7 مساء لحد الساعة 9 مساء مستشفى حاج الصافي في بحري، قسم الأسنان فيه وبيعمل من 9 صباحا لثلاثة ظهر الثالثة ظهرا، وبيعمل من 7 مساء لتسعة مساء. والمستشفى الأكاديمي في الخرطوم طوارئ الأسنان فيه وبتعمل من 9 صباحا للثالثة حتى الثالثة ظهرا، ومن 7 مساء لتسعة مساء. مستشفى الأسنان الخرطوم بيعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، ومعظم الشغالين في هذه المراكز ما عدا مستشفى الأسنان الخرطوم كله من الأخصائيين والاستشاريين. مستشفى الأسنان الخرطوم فيه أخصائيين واستشاريين وبعض الأطباء العاملين والمتطوعين من داخل المستشفى. المبادرة دي بعد ما انطلقت، الخطوة الثانية اللي احنا شفناها ومعتبرها أساسية، نحن دايرين معظم الناس يكونوا قاعدين في البيت والتزاما بالتوجيهات عشان حمايتهم، فأطلقنا مبادرة أخرى مواصلة معاها، مبادرة خط الساخن. ونحن بنتكلم عن السلوغان بتاعنا دائما خليك في البيت، اللي عملناه انه تجمع استشاري واختصاصي طب الأسنان عقد العزم انه يعمل خط ساخن بالرقم 31 48. هذا الرقم لما تتصل به من كل أنحاء السودان عندنا أكثر من 30 استشارة وأخصائي بجيبوا عليه. الغرض منه خدمة المواطن وتوجيهه لنوع الخدمة، لأنه في حاجات ما بتحتاج تمشي بها للمستشفى، فنحن بنوفر عليك المشي للمستشفى ونديك الإرشادات دي وانت قاعد في بيتكم. ولو الأخصائي أو الاستشاري شاف إنك أنت محتاج تمشي للمستشفى بيوجهك تمشي لياتو مكان، ونوعية العلاج حتى اللي بديك له بتاخذ عنه خبر. المواطن العادي لو دخلت على الرقم ده واتصلت عليه حتكون عنده خيارات عديدة. الخيار الأول بيتحدث عن المراكز العاملة. مرة ثانية يا أستاذ خالد، بالنسبة للمواطن إذا اتصل على الرقم 31 48 حتكون رسالة صوتية حتجيك. أول خط فيها بتوريك المراكز العاملة داخل ولاية الخرطوم، المستشفيات حقت الأسنان العاملة في التوقيت ده والأوقات حقت الخدمة بتاعتها. عندنا خيار ثاني هو خيار حقت إذا كنت مصاب بألم أسنان حاد. معظم الانعكاسات حقت امراض الاسنان بتكون في شكل الم بيجي للمريض، وفي حاله انك انت مصاب بالم حاد بننصح المواطن انه في البدء قبل ما يمشي على المستشفى يتصل بهذا الرقم ويخش على الخيار ده، بيوجهه لاطباء بيتكلموا معاه بيسمعوا شكوته وبيوروه اذا كانت الشكوى دي ممكن يتقدم لها العلاج وهو قاعد في البيت، او اذا كان محتاج انه يمشي المستشفى. الخيار بعد ذاك في حاله الخراجات والاورام، ودي بنعتبرها من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا، لأنه لما يحصل أي تسوس في الأسنان واحدة من المضاعفات اللي بتحصل الخراج أو الانتفاخ اللي بيحصل دائما أو الورم اللي بيحصل دائما عند المريض، والأورام دي خطيرة بما كان لأنه إهمالها ممكن في لحظات يؤدي للوفاة. فبالتالي إذا أنت بتعاني من خراج أو بتعاني من أي شكل من أشكال الأورام تأخذ على الخيار الثاني، عندنا فيه أخصائيين واستشاريين بتاعين الجراحة الفم والأسنان بيجاوبوا عليك وبشوفوا استفسارك وبوجهوك تمشي لياتو مركز من المراكز العاملة عشان تتخذ الخدمة المفروض تقدم لك. فخيار بعد ده خيار الإصابات والكسور، ده في حالة لا قدر الله اتعرضت لكسر أو اتعرضت الحادث، برضو إذا تواصلت مع الخط ده بيوجهك في اللحظة اللي انت ضربت فيها تمشي لياتو مستشفى، ولو كان في أي إجراءات أولية مفروض تعملها الأخصائي بيكون معاك والاستشاري بيكون معاك على الخط بيوجهك إنك تعمل شنو، بيوجهك على المستشفى اللي تمشي وتتوجه عليه. الخيار اللي بعد ذاك مختص بطب أسنان الأطفال، ومشتركين معنا فيه نخبة من استشاريين واختصاصيين طب أسنان الأطفال، برضو بيجاوبوا عليك في كل المسائل اللي ممكن تتعلق بطفلك في البيت، لو كان عنده آلام حقت أسنان، لو كان عنده أشكال بتاعت خراجات، لو كان حتى طفل صغير بيبكي وأنت شايف احمرار مثلا في اللثة، أو شايف أي مصهر بيكون بخليك ده تمشي لدكتور الأسنان، ممكن تتعامل مع هذا المصهر بالتلفون في الأول، وبعد ما يتكلم معك الاستشاري بيوجهك إنك تمشي لياتو مركز. وفي كل المراكز الموجودة نحن بنقدم الخدمات، سواء كان خدمات الجراحة للطوارئ أو خدمات طب أسنان الأطفال برضو للطوارئ، أو حتى الخدمات الأخرى بتاعة العلاج التحفظي أو علاج الجذور للطوارئ.